إلى هذا النوع من الرياضات من أجل مداواة النفس والروح، الهروب عن ضغوطات الحياة وتعقيداتها والتعب والإرهاق إلى غير ذلك. بالنسبة لو نتكلموا في الجزائر بالنسبة أو وضع اليوغا في الجزائر، الحمد لله إحنا في الجزائر موجود لدينا الماتر جمال عثمان، هو الوحيد المسجل في سويسرا على مستوى أفريقيا، وهو الأول على مستوى كذلك المغرب العربي. والفريد في هذا أو الجميل عند الأستاذ هنا في الجزائر أننا نجمع بين ثلاث أنواع من اليوغا، نجمع بين الأطا يوغا، نجمع اليوغا الإندو الهندية واليوغا الصينية واليوغا للفراعنة. فهذا المزيج، لأن كاين أكثر من 48 ألف بوستير، يعني 48 ألف حركة من اليوغا، وحركات اليوغا كلها مستمدة منين؟ مستمدة من الطبيعة، مستمدة من الحيوانات، مستمدة من الأفاعي، مستمدة من الحيوانات التي تستطيع، مثلا كاين مجموعة من الحركات مستمدة من الأسد، تمدد الأسد في العرين نتاعو هذاك أخذ. ما هي ربما أبسط ربما حركة قد يقوم بها الشخص في بيته في أي مكان؟ نعم، لو يشرح لنا حتى دكتور صلاح الدين جراح ذلك، هل كم يستغرق من الوقت؟ يعني كيف تكون التفاصيل؟ هل هناك شروط معينة؟ سهل جدا، هي في موجودة حركة من أسهل الحركات ممكن أي شخص يستعملها. هذه الحركة تستعملها ممكن مثلا من أجل التقليل من حوادث المرور كل 80 كيلومتر، وانت في سيارة تقدر تستعملها، وانت في المكتب تقدر تستعملها، وانت في أي مكان باللباس. هو يقول لك أول حاجة هناك الطاقة بين اليد اليمنى واليد اليسرى، ترفع اليدين مع بعضهما. يجب أن نطفئ السيارة هنا، ما نقول لهمش لازم توقف السيارات تقوم بالحركة، لازم كل 80 كيلومتر يوقف السيارة، يركن على جنب وهو في المكان بتاعه يرفع يديه. اليدين هنا يكونوا متقابلين، هناك طاقة شون مانيتيك يمر بين اليدين. ثم يبدأ الإنسان أول شيء يميل إلى الأمام هكذا من أجل أنه يعمل مساج إلى العمود الفقري، ثم يعود يرجع إلى الخلف شيئا ما، ثم يعود يرجع ويعود بهذه الطريقة. علاش خصيصة الحركة هذه اليدين؟ وش هو يعني الشيء اللي يمكن أنه تقدمه إضافة أو مساعدة يعني؟ لأن أول شيء حينما نرفع اليدين يزداد الحركة، تزداد في أسفل العمود الفقري. ونشوف الشخص أو الناس لما يكبروا، لو تشوف الشخص لما يكبر والشيخ أول شيء يبدأ يميل من هنا. صحيح. فهذا الميلان الانحناء هذا إلى الأمام هو المشكل تقريبا، هو الأكثر يعني. صحيح. تجد الكبار ممكن يشكو على مستوى الركبة يجونه وبين الميلان إلى الأمام أو الانحناء إلى الأمام. فهذه الحركة الميلان بهذه الدرجة والميلان إلى هذه الدرجة تجعل الفقرة الأخيرة أولا تميل بهذه الدرجة، ثم تميل هكذا، ثم تميل هكذا، ثم تميل هكذا، ثم تميل بهذه الدرجة، تميل هكذا، ثم يميل الشخص هكذا يحس كذا. كم الوقت ربما يستغرق؟ هذه لا تستغرق ممكن أكثر من دقيقتين. لكن أين التأمل هنا؟ احنا ربطنا اليوغا بالتأمل يعني بالعامل النفسي. بالنسبة من رأوا التأمل يعني؟ هذه حركة رياضية. هذا هنا بالنسبة لليوغا المتخصصة في الحركات الرياضية. أما اليوغا المتخصصة في الجانب التأمل، فالشخص بهذه يعني كاين مجموعة من الحركات، الحركات التي يستطيع أن يستعملها الإنسان من أجل خلق تأمل. أن الحركة تبدأ بهذه الطريقة، ثم تجتمع بهذه هذا المكان، هنا تكون شكرة الطاقة الوسطى، والإنسان يبدأ في إغماض عينيه ويبدأ في عملية الإيماجيناسيون التخيل، ثم الاسترخاء، ويبدأ بالتنفس. كيف التنفس؟ التنفس كما ينصح الأطباء وكذلك أخصائي اليوغا 4-4-4، معناتها التنفس يتوقف 4 ثم لأن التنفس عبر الأنف اللي تركز عليه اليوغا
هو يجعل في وجدت الآلاف من الشعيرات الموجودة في الأنف، لذلك نجد إحنا عندنا في الوضوء الاستنشاق ندخل الماء من الأنف، لأن تحرك تلك الشعيرات حسب ما أثبتت الدراسة شعيرات مربوطة بكل جسم الإنسان، تخلي جسم الإنسان يكون كله تصله الطاقة. فمرور الأكسجين من هنا أول شيء سوف ينقى، مش نفس الطريقه لما يمر بالفم، لان اللي يمر بالفم رايح اول شيء مش رايح يمر على اجهزه التنقيه الموجوده الشعيرات، ثم لا يلطف، لان اذا مثلا اذا كان الجو بارد او الجو حار يمر بارد، يعني يمر بارد او يمر حار لما يمر. اما هناك موجوده هذيك الشعيرات تبث الرطوبه وتبث الحراره توازن، فيكون يصل الأكسجين إلى القلب وهو صافي، يصل بهذه الطريقة نقي. لذلك كل حركة حينما نرفع يدي، هذه الحركة أول شيء، وتخرج دائما الاكسجين من ممكن غمضوا عينينا، يعني واش راح نتاملوا انت بدنا نتاملوا تخيل نعم قال تخيل ما هي التخيلات التي لا بلاطو بالك بلاطو بالك طبعا هنا التخيل يكون الى ممكن الى طبيعه خضراء. انا منذ قليل قمت بممارسه يعني بهذه الطريقه لكن كنت نتخيل في سونيا بغداد المخرجه ساميه كانوا افكار في راسي، يعني ما كانش هنا يقول لك لابد الإنسان يفرغ، يحاول يفرغ ويركز على شاشة، إما شاشة بيضاء أو شاشة خضراء ممكن فيها الورود، يتخيل نفسه فيها ويخلي نفسه خفيف، يعني يحس بالخفة، إفراغ يكون يعني. إفراغ يكون الإفراغ عبر التنفس. إذا كان الشخص ما قدرش، مثلا بعض الأشخاص يقول لك كما هكذا ما قدرش نتخيل دائما، جيني المشاكل نروح إلى أشياء أخرى والله فيقول لك هنا من الطريقة المثلى اللي ننصح بها أنه يراقب التنفس تاعه، يركز على التنفس، يركز على الأكسجين اللي ده ويركز على خروج الأكسجين. فالتركيز في ذلك الأكسجين يخلي العقل تاعه يستغني عن التخيلات التي لا نحتاجها.